جاي يعمل شهر عسل عنا، بس من شكله مبين مشرمي وقتال قتلة. وبأني غرفة نزلته؟ الغرفة 7. ها ليكو اجا. ولا ياسين امور ابو عنطر. صلي نص ساعة طالب فنجانين قهوة الي وللمدام. انتطر على المطبخ ساوي قهوة، ضروري تسودو وشنا قدام الزباين الهاي كلاس. ما تعرفنا على القبضاي. غوار الطوشي مدير الاوتيل. عرسي لبضايات كلها. أمني سيد أبو عنتر، إن شاء الله مرتاح عنا بالأوتيل. ماشي الحال. هلا زباين الأوتيل كنن قاعلات ولا في عزابية؟ شنو أنا بغار على مرتي من الهواء الطير؟ اطمن أبو العناتر، اطمن أبو العناتر، الجو هون كله قاعلي، بس في عنا زبون عزابي اسمه حسني البرزان، بدك تدير بالك منه. شو قصدك؟ هذا زلمة عينه زايغة وبيحب البصبصة. باطل؟ قسماً بالله بالبص عيونه بلعب فيهن دحل. أخي أنت المهم خد أصلحياتك، هذا كل يوم بيجي من البرازيل بنص الليالي وهو سكران وبيبلش يدق على غرف النزلاء. الله يطعمه يدق على باب قطي. بس ما أنت لي أبو الغور، شو هاي البرازيل؟ كبري فاتح عنا براس الحارة. هلأ فهمت. إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا، يجب أن نعرف ماذا في البرازيل. حسني أفندي أنت حللي مشكلة أطاليا، لأنه البرازيل مشكلتها محلولة لأنه نازل عنا بالأتيل. هلأ أنت متأكد أنه مرته لهذا اللي اسمه أبو عنتر من البرازيل؟ طبعا ما تأكد، لما حكيت لهم عنك يا لطيف شو حبوا يتعرفوا عليك، والمدام أم عنتر عندها استعداد تحكي لك كل شي عن البرازيل، وهني عم يستهنوك بالغرفة الساعة 1 بالليل. يا سلام، إذا بتزبط هالشغلة بتكون خدمتني خدمة العمر يا غوار. ولو حسني أفندي بدنا خدمة تحرز.